تحياتي يا أصدقائي. مبارح بالقاهرة وعلى هامش اجتماعات المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، لجنة الاتصال الوزارية العربية المشكلة من السعودية ومصر والأردن والعراق ولبنان المعنية بمتابعة خطوات التطبيع العربي مع نظام بشار الأسد عقدت اجتماع مهم. هذا الاجتماع نتج عنه تشكيل لجنة خبراء تتولى متابعة القضايا الأساسية اللي تتضمنها عملية التسوية في سوريا. يعني هاي اللجنة الوزارية شكلت فريق عمل من أجل نظر بكل القضايا المطروحة اللي هي أساسية وتساهم إذا حلت بتسريع عملية التسوية للأزمة السورية. يعني نحن بدنا نتخيل بأنه بعد سنة ونص أو سنتين من تشكيل هاي اللجنة القرار إجا بأنه المسألة تحل عن طريق الخبراء. الخبراء رح يتشكلوا من الدول العربية، يعني رح يكون في خبراء قانونيين، حقوقيين، عسكريين إلى آخره. هدول رح يعملوا دراسة للملفات المطروحة بالشأن السوري، وبعد ما يعملوا هاي الدراسة رح يرفعوها للجنة، واللجنة بتحولها للمجلس الوزاري. طبعا بعد ما صار هذا القرار اجتمعت اللجنة الوزارية، لجنة الاتصال، مع فيصل المقداد وزير خارجية النظام، وبلغوا بالخطوات اللي عم يشتغلوا عليها. هلأ شو حكى فيصل المقداد معاهن أو شو رد أو شو كانت ردة فعله، ربما رح يتأخر الوقت قبل ما نعرف شو فحوى الكلام اللي حكى. لكن من خلال تحليلنا للنمط السلوكي للنظام ومسؤولي النظام رح نعرف بأنهم هن بيستندوا لمسألة كتير أساسية بتفكيرهم وبتحكم تصرفاتهم. قالها بالزمانات وليد المعلم، قال سنغرقهم بالتفاصيل. لما حكى وليد المعلم عن التفاصيل كان الحكي بعام يمكن 2012. هلأ نحن بعد 12 سنة من عبارته هاي رح نتخيل الكم الخرافي من التفاصيل اللي بدهم ينظروا فيها هدول الخبراء. يعني فعليا المسألة رح تاخد وقت حتى ينبت فيها ويصير في حديث واضح عن خطوات الدول العربية. هلأ بعد كل هذا الحكي بيخطر على البال سؤال بيسأله رجل الشارع السوري اللي عايش بالمخيمات واللي عايش نازح واللي عم يستنى يرجع على بيته ويرجع على أرضه ويرجع على شغله وعلى رزقه، أنه ليش دائما الخطوات العربية بتكون متأخرة عن خطوات الأطراف الأخرى؟ يعني بصريح العبارة، ليش الدول العربية تبدو متأخرة أمام تصرفات إيران بسوريا؟ نحن منعرف أنه هاي اللجنة تشكلت من أجل استرداد سوريا للحضن العربي، يعني بشكل أساسي بدهم يرجعوا سوريا من إيدين الإيرانيين. لكن على أرض الواقع الإيرانيين عم يعملوا كل يوم إنزالات على الساحة السورية، يوم بتلاقوا وزير الخارجية الإيراني، يوم بتلاقوا وزير التربية الإيراني، يوم بتلاقوا السفير الإيراني عم ينطف من هون لهون لهون لهون، ما تارك ولا شغلة بسوريا بدون ما يروح يشوفها ويتفاوض مع المسؤولين عنها، وكله بغطاء رسمي وبغطاء له علاقة بالتحالف وبسياسة إيران اللي بتهدف لحماية النظام السوري من ناحية الظاهر، لكن فعليا هي عم تأكد على احتلالها وعلى سياستها بأنه تضل محافظة وماسكة بيد قوية على عنق سوريا. هيك إيران عم تتصرف على أرض الواقع في سوريا. لكن الدول العربية إذا نحن بدنا نشوف، يعني نعمل هاي المقارنة ما بين خطواتها وما بين خطوات الإيرانيين، رح نشوف أنه هي غارقة في البيروقراطية، أسيرة لمجموعة مشاكل تبدأ بمشاكل الدول المشكلة للجنة الاتصال الوزارية العربية. يعني السعودية أصلا عندها مشاكلها وعندها سياساتها وعندها دورها التنافسي مع دول الخليج ومع الدول الأخرى وأيضا بشكل أساسي مع إيران،
وعم تدرس خطواتها بشكل كتير دقيق بحيث أنه تروح للأهداف اللي بدها إياها بدون ما تؤدي إلى تصعيد بأي شكل من الأشكال. السعودية مرتبطة أيضا بحلفاء ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية. نحن إذا بدنا نشوف الثقل العربي اللي بتمثله المملكة رح نعرف بأنه قرار المملكة بالوقت الحالي هو مركزي عند كل الدول العربية. وعلى هذا الأساس منفهم بأنه الدور المصري هو ماشي خطوة بخطوة مع السعودية. لكن هل يوجد عناصر ضغط على المملكة وعلى مصر بحيث أنه يدفعوا عمل لجنة الاتصال لخطوات متقدمة؟ أنا أظن بالوقت الحالي ما في شيء ضاغط عليهم. الشيء الضاغط الوحيد هو مسألة أنه يكون في وجود عربي بسوريا مقابل الوجود الإيراني. لكن هذا الشيء بده قوة دافعة، بده عناصر ضغط، ويبدو بالوقت الحالي لا توجد لدى الطرفين أي قوة أو عناصر بتخليهم يسيطروا ضمن هذا المجال. البلد الوحيد اللي عم يعاني بشكل يومي من تبعات تصرفات النظام السوري هو الأردن، لأنه الأردن هو الممر الأساسي لشحنات الكبتاغون اللي عم تروح من سوريا على الخليج. طبعا نحن بدنا نعرف أن السعودية هي بلد متلقي لشحنات الكبتاغون، وهذا عامل قلق للمسؤولين السعوديين، وأيضا مصر متلقي للكبتاغون اللي بيصنعوا النظام. لكن العبء الأساسي هو على الأردن، لأنه يوميا النظام عم يبعث هاي الشحنات، إن كان عبر البرادات اللي بتنقل الفواكه على الخليج، ويوم تتوقف هاي البرادات عم يبعث هاي الشحنات عن طريق الطائرات المسيرة. يعني في ثلاث دول أساسية هي معنية ومهجوسة بقصة استرداد سوريا من أيدي الميليشيات الإيرانية، اللي هي بشكل أساسي عم تشتغل على تصنيع الكبتاغون وتهديد المجتمعات العربية بالمخدرات. لكن في بلدين هن أصلا خاضعين أو بيعانوا من هيمنة إيران على شؤونهم، العراق ولبنان. وبالتالي نحن بدنا نعرف أنه وضع اللجنة أصلا هو وضع مخوطر، يعني وضع مانو كتير سليم. قديش ممكن تثمر جهود اللجنة؟ أنا برأيي أنه هن رح يعملوا شغل كتير منيح. لكن بنتذكر بأنه أصلا جامعة الدول العربية يوم تدخلت وبعتت بعثة الدابة لسوريا بعتتها مقلمة الأظافر، يعني ما كان في إمكانية أنه يصير في أي تصرف فعلي بناء على النتائج اللي ممكن تطلع فيها. وأيضا حاليا لجنة الخبراء أي شيء بدها تطلع فيه هو رح يكون مجرد أوراق تتسطر فوق أوراق وبنعمل منها مجلدات ومنشوف آخر شيء أنه هاي هي الرؤية العربية للحل بسوريا. لكن على أرض الواقع هذا شغل بيعملوه باحثين، بيعملوه ناس بمراكز أبحاث، وما لازم تعمله المؤسسات اللي هي يفترض أنه تكون فاعلة على الأرض ويكون عندها قرار بالتصرف. نحن هي هي المشكلة الأساسية اللي عم نعاني منها بالمقاربة أو المقارنة ما بين الدور العربي والدور الإيراني. النظام عم يلعب على الطرفين، بيعطي لهدول من اللسان حلاوة وبيعطي لهدول على أرض الواقع إمكانيات أنه يتصرفوا بدون ما حدا يوقفهم. هذا الوضع هو وضع مختل يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تعديل، لكن بشكل فعلي يحتاج إلى قوة ضاغطة. بدون قوة ضاغطة على الأرض ما رح يتغير شيء بسوريا. الإيرانيين رح يضلوا عم يتغلغلوا شوي شوي، والعرب عم يخسروا أكتر بكتير، وكل يوم نحن عم نشوف هاي النتائج. لأمتى هذا الشيء ممكن يستمر؟ ممكن يستمر مع الأسف لوقت طويل، لكن بجانب آخر أنا بظن أنه دوافع التغيير موجودة وبتتحرك بقوة بانتظار لحظة مفاجئة ممكن يتغير كل شيء على أرض الواقع. إذا عجبكم هذا الكلام يا ريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتبعتوا الفيديو للناس المهتمين، وإلى اللقاء.